من القاهرة انضم إلينا الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط وهو الخبير في التنمية البشرية. أهلا بك دكتور على شاشاتنا الغد. لا أفهم صراحة ما هو الرابط بين مكان الميلاد وعمر الإنسان، أليس قادرا يا دكتور؟ نعم، هي يعني في هذه حقيقة ومسلمة في نفس الوقت، أن هناك علاقة ما بين الارتباط بالميلاد ومستوى معيشة الإنسان. فالطفل الذي يولد في دولة مستوى متقدمة المعيشة بالتالي دكتور أم يتأثر العمر أم بسياسات متوسط هذه العمر؟ الدولة هذه نقطة ومواردها. فارقة في الحديث. مستوى المعيشة ومتوسط العمر، أيضا الدراسات تقول أن مستوى المعيشة ومتوسط العمر يرتبط بمكان الميلاد. فالذي يولد في بلد متقدمة متحضرة، مستوى التعليم فيها عالي، وبالتالي وسياسات الرعاية الصحية عالية، بيكون عمره أطول من الذي يولد في الدول المتخلفة. وأيضا يؤثر ذلك في النوع الاجتماعي، يعني متوسط عمر المرأة في المناطق المتخلفة أقل منه في المناطق المتحضرة أو الدول المتقدمة. يعني العمر المرأة في الدول المتقدمة أطول عمرا من المرأة في الدول المتخلفة. كمان وفيات الأطفال ووفيات النساء في الدول المتخلفة أكثر ارتفاعا من معدل الوفيات في الدول المتقدمة. وبالتالي هناك علاقة كبيرة جدا ما بين الإقامة في أو محل الميلاد وما بين وعلاقتها بالتنمية البشرية وتحسين طيب مستوى اسمح لي المعيشة دكتور ومستوى صلاح التعليم ومستوى بشيء الصحة. من المعارضة لما تقول، أو ربما نصحح بعض المعلومات. في الدول المتقدمة مثلا، أعطيك مثالا في السويد والدول الاسكندنافية، أليس هناك حالات من الانتحار وربما هي حالات انتحار جماعي، مما يدل أن الدول المتقدمة ربما لا ترتبط بالعمر البشري أو متوسط عمر الإنسان، أليس كذلك؟ لا، ظواهر الانتحار هذه ليست لها علاقة بكبيرة سواء كانت دول متخلفة أو دول متقدمة. منذ القرن ال19 وبداية القرن ال20 كان معدل الانتحار في الدول المتقدمة أعلى، وذلك يرجع إلى مسألة قيمية ملهاش علاقة تماما بمعدل التنمية البشرية، وهذا بيسموها فقدان المعيارية أو مرحلة اللاوعي أو ما بعد إشباع الحاجة. فإن الشاب أو المواطن في الدول المتقدمة يكون قد أشبع كل احتياجاته، وبالتالي كان لديه رغبة حقيقية في التعرف على ما وراء الحياة، وهو رؤية العالم الآخر بمعنى أدق، ويستعجل الحياة الأخروية. لكن المنتحر في الدول المتخلفة ينتحر لعدم قدرته على التعايش مع الواقع المأزوم الذي يعيشه. هناك فارق، الانتحار ربما يحدث هنا وهنا، لكن دوافع الانتحار مختلفة. واحد لم يستطيع أن يشبع احتياجاته بالكامل وبالتالي انتحر، ربما قتل أطفاله وقتل أبنائه. أما طيب الانتحار في الدول المتقدمة فقد أشبع كل احتياجاته ويريد أن يعرف المزيد عن العالم الآخر. طيب فيما يخص دكتور صلاح مسألة سنوات التحصيل الدراسي أو ربما مستوى التعليم، أليست مرتبطة هذه الأمور بالقدرة المادية أو القدرة المعيشية، الحالة الاقتصادية والمعيشية لدى الفرد، وليست بمكان ميلاده أو بيئته؟ أولاً طبعاً لازم نتكلم على مستويين، أما دائماً أبناء الأغنياء بيتمتعوا بمستوى تعليمي ومستوى تحصيلي ومن ثم مستوى تحصيلي أعلى ورعاية صحية أكبر من المناطق الفقيرة على مستوى البلد الواحد. وبالتالي فرص العمل بتكون أكثر، يعني هو بيتعلم كويس لديه رعاية صحية جيدة يستطيع أن يلتحق بوظيفة أفضل لأنه يمتلك القدرات والمهارات التي تؤهله للعمل في الوظائف الأعلى. أما في المناطق المتخلفة فإنه مستوى التعليم أو سياسات التعليم بتكون متدنية، وبالتالي الرعاية الصحية متدنية، ومستوى التعليم بيكون التحصيل بيكون ضعيف، وبالتالي فرصة الالتحاق بأعمال كريمة أو وظائف تستطيع أن تدر له دخلا معيشيا مناسبا يستطيع أن ينقله من وضع اجتماعي إلى وضع أفضل بتكون ضعيفة جدا. وبالتالي أنه غياب العدالة في توزيع موارد الدول بيلعب دور كبير جدا في خلق فجوة كبيرة جدا ما بين الأغنياء والفقراء. تجد أن 20% من الأغنياء يحصلون على 80% من موارد الشعوب، و80% من الشعوب يحصلون على 20% فقط من موارد الدول التي يعيشون فيها. هذه الفجوة وغياب العدالة
في توزيع الموارد هو السبب الحقيقي في هذه الفجوة، ومن ثم أن الموارد، أن المسألة ليست مسألة نقص موارد أو فقر مدقع. القضية الحقيقية التي تواجه شعوب العالم الثالث هو الفقر النسبي، الإحساس، معدل الإحساس في الفقر أعلى وأخطر من معدل الفقر. واضح. والتركيز على مفهوم الفقر المطلق يعتبر كارثة كبيرة جدا يجب أن تتجاوزها حكومات العالم الثالث، والتركيز على المفهوم النسبي الذي يركز على توزيع الموارد ما بين فئات الشعب المختلفة عشان يستطيع أن يحقق عدالة. شكرا جزيلا الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط وخبير التنمية البشرية، أشكرك دكتور على ما تفضلت به.